بكم بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا البلد. بداية قبل ما أبدأ الحلقة أحب أبعت للشرطة وللجيش كل التقدير والتحية الذي قدموه من إنجازات وضحايا من الشهداء على أرض الواقع من خلال أرض سيناء. طبعا احنا عارفين طبعا أن مصر ديت عشان هم بيحموها بشكل واضح على أرض الواقع من خلال الإرهاب للأسف الموجود في سيناء أو في مصر بشكل عام. طبعا احنا كلنا كمواطنين نايمين في بيوتنا بنتفرج على التلفزيونات بنقضي حياتنا العملية عادي. فبالتالي أنا أحب بس أقول كلمة للآخر. احنا طبعا بنخرج بنشتغل وبنتعب نخرج ونمشي ونمارس حياتنا العملية عادي بس لما تخرج وانت عارف ان انت هتستشهد او عارف ان انت ممكن تموت طبعا ده كله بنحب نوصل رساله برضه للمواطنين. ده مش بالشغل بس لا ده بنقول عليه نصر او استشهاد او شهاده. فبالتالي بنتكلم بشكل واضح ان بنقول ان الشرطه والجيش تعمل شغل على ارض الواقع بتشتغل بتعمل انجازات بتعمل بتقدم اولادها ضحايا في سبيل الوطن في سبيل ان نحافظ على ارض مصر من الارهاب الغاشم اللي هو بيتحرك من خلال مخططات داخليه او خارجيه. ده كله في الاول وفي الاخر احنا لازم نكون مقتنعين كمواطنين ان بالفعل موجود ارهاب بيحارب اهالينا اللي هم في الجيش او في الشرطه اللي هم اللي احنا بنتخذ بيهم بشكل واضح على ارض الواقع الانجازات من خلال انجازاتهم الموجوده في ارض سيناء او في مصر عامه بشكل عام واضح وملموس للجميع. فبالتالي بنقول احنا بنقدم لهم التحيه والتقدير. بالتالي انا بقول نقطه مهمه برضو للساده المواطنين ان احنا بنتكلم احنا في وضع حرب. خلال الوضع الحرب بنعمل بتوازي يعني دي طبعا عمرها ما بتحصل في جميع الدول ان احنا بنعمل بتوازي ان في تنميه في انجازات في مشروعات في تنميه اقتصاديه موجوده على ارض الواقع من خلال ان انت عندك الشرطه والجيش بتحارب الارهاب في وقت واحد. دي طبعا بتاثر طبعا على الكيان السياسية وعلى الحكومة بشكل واضح على أرض الواقع إن ده ضغط فوق طاقة البشر ومطلوب منهم إن هم يعملوا تنمية حقيقية في خلال فترة زمنية. فده الفترة الزمنية في خلال اللي أنت بتحارب وتعمل تنمية اقتصادية وتعمل مشروعات قومية مش مشروعات صغيرة لا مشروعات قومية ضخمة للمستقبل وللأجيال القادمة. طبعا أنت بتعمل إحنا أنا بقول بالنسبه لي انا ده انجاز عمره ما بيحصل في جميع الدول. انا لما بحارب يبقى بحارب بكل الدوله كلها بقياداتها بقيادات سياسيه بتركز ان انا بحارب ارهاب. فبالتالي انا عندي عذر وعندي مبرري ان انا بقول انا بحارب الارهاب. فبالتالي لما تيجي تسالني على تنميه وتيجي تسالني على مشروعات قوميه تتعمل على ارض الواقع اللي احنا شايفينها بوضوح موجوده اقول لك لا انا عندي مبرر. فبالتالي لما بنتكلم نقول لا ان في قياده سياسيه موجوده عندها انتماء وعندها وطنيه تقدر تمشي في الاتجاهين في وقت واحد. يعني اذا احنا بنقول ان عندنا فعلا رؤيه استراتيجيه وخطه واضحه بتنفذ على فترات زمنيه. عشان تنفذ على فترات زمنيه مفترض احنا كمواطنين عندنا رؤيه هل القياده السياسيه دي هتقدر تمشي هذا الخطين اللي احنا بنتكلم عنهم التوازيين في وقت واحد. انا بقول من وجهه نظري انجاز. انا من وجهه نظري انا انجاز ان انا امشي في خطين متوازيين في وقت واحد ان انا احارب الارهاب وانظف مصر بالكامل وارض سيناء بالكامل من الارهاب اللي هو الغاشم اللي احنا شايفينه على ارض الواقع ان هو بيحاربنا بوضوح بدون اي ان هو مش واضح لنا او معروف دي مخططات منين او مين المستهدف ومين المصلحه.
هقول لك لا، احنا بنعمل ما فوق طاقة البشر. انت بتتكلم ان جيش وشرطة في وقت واحد تشتغل على ان تحافظ على ارض مصر، على ارض الواقع، ده انجاز ما حدش يشوفه في دول اللي بره، على اساس ان انا عندي ارهاب فبقدرش اعمل اي تنميه او اي مشروعات، ان انا كل دوله وقياده سياسيه بتركز على هذا الخط اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو محاربه الارهاب. طب لما تتخيل ان القياده السياسيه او الحكومه او القياده الموجوده على ارض الواقع بتنفذ تنميه حقيقيه ومشروعات تنميه على ارض الواقع، يبقى نقول ده مش انجاز؟ لا انجاز. يبقى انا اقول تحيا مصر، وتحية للجيش والشرطة، وتحية للقيادة السياسية اللي بالفعل عندها القدرة على ان تنفذ الخطط الاستراتيجية بتاعتها في ظل ان احنا بنحارب الارهاب. بديها التحية والتقدير على الانجازات اللي تمت على ارض الواقع في ظل ان هي بتحارب الارهاب. طب احنا النهاردة الحلقة، عشان بس ما اطولش على حضراتكم، الحلقة بتاعتنا هنتكلم النهاردة عن ان احنا عندنا انتخابات رئاسة ان شاء الله الايام المقبلة، فبالتالي بنتكلم عن ان المفترض ان في حملات موجودة، اذا كانت ممثلة في شخصيات او رجال اعمال، في منسقين لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرضه في حملات اخرى للمرشح الاخر اللي هو المهندس موسى مصطفى موسى. فخلينا نستعرض مع حضراتكم بضيوفنا اللي شرفونا النهارده عن الحملات اللي هي بتنسق وبتعمل آليات ازاي تقنع المواطن، ازاي بتشتغل على ارض الواقع، ازاي ان احنا حضراتكم نوصل المعلومه الصحيحه، اللي هي للاسف الشديد ان بعض الشخصيات وبعض المورودين يروجوا الاشاعات على اساس ان هم يقنعوا المواطنين ان احنا بنقول هو كده كده ناجح، فمش عايزين نوجع دماغنا وننزل ونروح ونعمل. لا، احنا بنتكلم بشكل واضح على ارض الواقع، ان بنقول ان في ناس موجوده وطنيه، في ناس موجودة بالفعل عندها انتماء، اللي بتشتغل بوضوح على أرض الواقع عشان محدش يضحك على أهالينا الموجودين في محافظات. فبالتالي الناس بتتطوع إن هي ممثلة في الحملات. خلينا نستعرض الكلام ده مع حضراتكم، مع ضيوفنا اللي شرفونا. بس نرحب بضيوفنا ونستعرض مع حضراتكم. نرحب بضيفنا اللي شرفنا النهارده، المهندس الحسين الكارم، خبير اقتصادي ورجل اعمال والمنسق الاعلامي لحمله مواطن لدعم الرئيس السيسي. اهلا بك يا فندم، شرفتنا. اهلا بك، ربنا يخليك. ايضا ارحب بالمهندس ياسر مرسي، المنسق العام لحمله مواطن لدعم الرئيس السيسي. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. بدايه احب بس اوضح لحضراتكم، زي ما انت عارف طبعا استاذ ياسر، ان بيقولوا ان طبعا معالي الرئيس عمل انجازات على ارض الواقع، فبالتالي الانجازات ديت قدامها فتره زمنيه عشان تتم تحققها على ارض الواقع. فبالتالي بنقول هل الانجازات ديت المفترض هتنفذ بوضوح وتظهر للنور، هل زي ما الاشاعات بتردد، فبنحب ان احنا نوضح للساده المشاهدين هل الانجازات دي بالفعل الانجازات دي هيتم انهائها بشكل واضح في المرحله القادمه، ام هنعمل عمليه ستوب ونقول بقى خلاص كده ان احنا خلاص احنا فاضل فتره هناخدها، او ان احنا ربنا وفقنا فخلاص بقى الانجازات دي هتاخد الوقت بتاعها ولما تخلص نظهرها بشكل واضح، اللي هي الانجازات اللي تمت كتنميه اقتصاديه، اذا كان بيتكلم عن انجازات مشروعات موجوده من خلال طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو عملها في الفتره السابقه والحاليه اللي شغاله حاليا، مع الاتجاه المتوازي في محاربه الارهاب. هل بالفعل هيتم انجازها واظهارها للنور في المرحله القادمه، ام هيتم وقفها زي ما بيقال وبيتردد في بعض المورودين والاشاعات اللي بتصدر من خلال الناس اللي هي عندها مصلحه لتهدم الدوله من خلال مصالحها الخاصه او مصالحها اللي هي الدول الاخرى او اشخاص اخرى؟ اتفضل. حضرتك اول حاجه، هو ربنا لما خاطب الانسان خاطبه بعقل،
وانجازات سياده الرئيس باينه وواضحه وما فيهاش يعني ايه، ما فيهاش جدل. اما بالنسبه بقى ليه هتكمل، اه طبعا هتكمل وباكتر من كده بكتير باذن الله. مش موضوع بقى فتره اولى وفتره تانية، ومش موضوع دوت، الموضوع ده ان الراجل ده اساسا سياده الرئيس راجل وطني وراجل بيحب البلد، والراجل ده يعني معلش كان وزير دفاع ومتحصن ب 8 سنين في الدستور، وراجل شال يعني روحه على ايده وهو والمجلس الاعلى، ووقفوا للارهاب ووقفوا قبل البلد بتروح في داهيه، وطبعا الكل كان شايف ان البلد رايحه في داهيه، ما فيهاش حاجه برضو، ما فيهاش كيمياء يعني ولا حد بيألف يعني، ده واقع. تمام. فالاشاعات بقى والكلام ده يا حضرتك يعني ايه، احنا كشعب لازم يبقى في توعيه، لازم ان احنا نشوف ونعتبر، مش والشعب عارف يعني، هو الشعب والناس عارفين يعني بالفعل ان الجزات ديت اللي المفترض اتعملت بوضوح، زي مثلا شبكه الطرق، زي مشروعات مشروع 1.5 مليون فدان شغالين فيه، بالظبط. وانا كمستصلح اراضي صحراويه انا شايف شبكات ري، شايف شبكات طرق، شايف شغل ما اتعملش في 30 سنه فعلا، مش كلام، لا رياء ولا نفاق، انا بقول حق ربنا اللي ربنا يسالني عليه. شايف عاصمه اداريه جديده، دي طبعا تشوف كم مقاول شغال وكم مهندس شغال وكم عامل شغال، ولسه احنا شويه صبر بس كده، شويه صبر وندعي له. طب خلينا نتكلم مع المهندس الحسيني، بنتكلم عن حمله مواطن، كنا عايزين بس نعرف من حضرتك دورها ايه، وهل في دعم مالي من الدوله ام ده دعم ذاتي من قائمين على الحمله؟ لا، هي طبعا هي الدوله ما بتدعمش اي حمله لاي مرشح، هي الدعم لحمله مواطن، هي حمله مواطن اساسا فكرتها ان انت بتخاطب الشعب اللي هو الغالبيه العظمى من الشعب، اللي هو الشعب اللي هو الطبقه العظمى من الشعب، ال 45 مليون 50 مليون اللي هم الناس اللي حاسه بالتعب وحاسه بكده. ففيش دوله بتدعم الكلام ده، هي كلها على بعض يعني، كلها مع بعضها جهود ذاتيه، القوافل الطبيه كل دي حاجات ذاتيه، ولسه هنتكلم عليها دلوقتي. بس هي تعليقا على كلام حضرتك، فالقيادة السياسية بتعمل حاجتين في وقت واحد، اللي هي بتحارب الإرهاب وبتبني، هي فعلا لازم تعمل كده هوت، اللي هو عشان القيادة السياسية أساسا رجل عسكري، وشعار الجيش هو ده الجيش الوحيد على مستوى العالم اللي هو عنده شعار واحد، يد تبني ويد تحمل السلاح، هو بيبني بإيد وبيحارب بإيد، ده القوات المسلحة بتاعتنا، وده ابن القوات المسلحة. والشرطة ما طبعا، ما الشرطه ما وده ابن القوات المسلحه، وهو الراجل ده فاهم بيعمل ايه وعارف هيعمل ايه، ابن القوات المسلحه وأناطق عمليات الارهاب حاليا دلوقتي للقوات المسلحه ووزاره الداخليه. ففي نفس الوقت هو برن مع بعضهم، متوازيين مع بعضهم، حرب وبنى، مفيش حاجه وقفت من اللي بتتبني، مفيش اي مشروع وقف، واخد بال حضرتك؟ وهم بيحاربوا دلوقتي في سيناء، يوم اللي ابتدينا يوم الجمعه اللي فاتت، يوم الاحد او الاثنين المنطقه الشماليه نزلت اول انتاج للحوم البلدي باسعار يعني حلوه جدا، ابتدت تفتح في اللحوم، فيعني اوريدي شغاله، ولسه في حاجات تانية بيحاربوا، وحقل ظهر الرئيس متابعه والناس شغالين، وكذا فرصه عمل بتتفتح من وراء حقل ظهر. وتعليقا في موضوع ظهر بالذات، احنا كان عندنا سيادة الرئيس لما مسك الحكم احنا كنا مديونين للشركات الاجنبيه بحوالي 6 مليار دولار، وصلنا ل 2 مليار دلوقتي ديون علينا، واتفقنا وعلينا مليار و7 من عشره حاليا، ومضى الاتفاق اللي احنا هندفعها يعني هتدفعوا وهيتنظموا السنه دي هيخلصوا، بجانب ان حقل ظهر بيطلع حاليا بدايه الستارت بتاعه 350 مليون متر مكعب. الرئيس ان شاء الله باذن الله متابعه ان هو هيوصل ل 2 مليار 2 مليار ان شاء الله وكسر 2 مليار وكسور، ولسه في حقلين تانيين جايين في الطريق وهيشتغلوا فيهم كل دوت، وهو طياراتنا بتضرب وبنبص على حدودنا البحريه والبريه،
فهي فعلا هو القوات المسلحه هو الجيش المصري بالذات يد تبني ويد تحمل السلاح. حضرتك لو بصيت على الفتره اللي فاتت من يوم السبت وحد واثنين وثلاث، انت عندك في دفعات ترديف عساكر مجندين كانوا المفروض يسلموا يوم واحد ثلاث، يعني المفروض يكونوا موجودين في اماكنهم دلوقتي عشان يسلموا العهده بتاعتهم، لبسهم المخله زي ما بيقولوا، رافضين ان هم يرجعوا، رافضين ان هم يرجعوا، عايزين يكملوا، عايزين يكملوا المهمه اللي هم فرحانين بيها، مش اللي هم كلفوا بيها، لا هم فرحانين باللي بيعملوه. اتفرج على العساكر المجندين بيقول لك احنا مش راجعين، انا رديف يوم واحد ثلاثة مش هرجع، انا ودفعتي كلها مش راجعه. واحد يقول لابوه انت كنت بطل في 73 وانا ابنك فهبقى بطل زيك ومش هرجع يوم واحد ثلاثة، مش هسلم، انا حتى هتقعد سنه انا هفضل. فده دول ولادنا، دول شباب مصر، دول ولاد ده اللي زرع فيه الوطنيه والانتماء للوطن. ما هو ده زراعه الوطن، ده زراعه الانتماء، زراعه الانتماء. وده احنا اتكلمنا فيه في حلقات السابقه، اتكلمنا فيه كتير مع حضرتك قبل كده. ازاي انا ازرع لابني الاسره اولادنا أو شوف بيقول لك انا بقول لابويا الوطنيه والانتماء للوطن. بيقول لابويا اللي هو كان بطل في 73 ابنك انت خلفته بطل ومش هيرجع دلوقتي ومش هيسلم يوم واحد ثلاثه، وانا هفضل له هفضل سنه بس نخلص المهمه اللي هم مش اللي هم واخدينها، هم فرحانين باللي بيعملوه، عايزين ياخدوا حق اصحابهم، عايزين ياخدوا طار اصحابهم، حق اصحابهم اخواتهم، عايزين يرفعوا راسهم ان هم يخلصوا على القصه دي. انت كل يوم بتشوف دلوقتي كمان حاجه خطيره، انت عندك كل يوم والتاني، يعني امبارح 400 وشويه ممسوكين غير اللي اتقتلوا حوالي 12. تشكيله جنسيات مش يعني مش يعني مش يا ريت بلد واحده ولا بلدين، تشكيله جنسيات على مختلف الدول. يعني الموضوع خطير جدا جدا، انت بتتكلم كمان بتتكلم في اتجاه واحد الشرق، وان احنا الناحيه التانيه عم بنحارب في الغرب او بنامن في الغرب، وبعد كده دوت داعش في غرب ليبيا بيبتدى يتحرك، فبالتالي هو بيسند من هنا. فاحنا وفي نفس الوقت ده كله بقى البلد شغاله، الكهرباء شغاله، الاكل والشرب، انت مش حاسس بحاجه. انت خارج دلوقتي وجيت من بيتك على القناه هنا اهوت، حاسس بحاجه؟ الناس الشوارع بره الدنيا زحمه عشان بيشتروا هدايا عيد الحب، اللي رايح يقابل صاحبته، واللي رايح يقابل مراته، واللي رايح يقابل خطيبته، واللي زيه قاعد على قاعد بره في سينا قاعد دلوقتي ماسك سلاح بيضرب. هما هناك هما عندهم عيد حب تاني اسمه عيد الوفاء هناك. احنا عندنا مش حاسين بحاجه عشان في ناس قايمه بواجبها ومش محسسنا بحاجه. الداخليه ما فيش حد فيهم موجود في بيته، كله في الشارع، كله في الاكمنه، نفس الكلام. انت مش حاسس بحاجه، وفي نفس الوقت مصالحك شغاله. زراعة شغالة، كهربتك شغالة، بونا شغال، العاصمة الإدارية شغالة، الحقل ظهر دلوقتي كل يوم والتاني بتشوف أنت مطلوب عمالة فين، مؤهلات إيه، المصرية الاتصالات كل يوم والتاني عمالة تنزل فرص عمل بمؤهلات بكذا وكذا وكذا. الفرص هتقولي قليلة، الشباب بيجي يكلمونا دلوقتي وإحنا بنتكلم في الحملات في الشارع مع الناس، مفيش شغل زي الأول. مفيش شغل زي الأول عشان ما فيش العماله اللي انت كنت بتاخدها عماله زايده عشان اجاملك، انت عضو مجلس الشعب او انت راجل مش عارف ايه، استاذ ياسر يبعت لي عينين ثلاثه اشغلهم. انا عايز اشغل عماله فعليا. احنا محاربه الارهاب ده مش هيأثر على التنميه. انت حاسس بحاجه؟ وبالتالي احنا في خطين متوازيين شغالين في اتجاه واحد. بالظبط مع حضرتك. والرئيس كمان في كلمه برضو دي بنقولها في الشارع، لما الرئيس في يوم الختام بتاع حكايه وطن او لا مش حكايه الوطن، كان في مؤتمر افتتاح حقل ظهر تقريبا، لما قال انا مش لوحدي، انا مش هسيب اللي بيلعبوا في البلد، وانا مش لوحدي، انا ورايا الجيش. ففي ناس بيقول لك يعني وراك الجيش؟ لا هو مش قصده، هو من امتى الجيش المصري، يعني عشان الناس المغرضين بيتكلموا، عمر ما الجيش المصري ضرب طلقه على مواطنين، عمره ما دخل وحارب المواطنين السالمين اللي كانوا في ميدان التحرير ولا في ميدان رمسيس ولا ده حماهم بس بيحمي الوطن. سياده الرئيس قال لك انا ورايا الجيش في ايه؟ في الخطين المتوازيين انت بتتكلم عليهم دول، اللي هو يبني بلده، هيحمي بلده، هيبنيها، وفي نفس الوقت هو الناحيه الثانيه المغرضين دول مهما عملوا ان شاء الله ربنا ينصرنا عليهم ونقضي عليهم. طب خلينا نتكلم ان تصعب على اي دوله ان هي تحارب وتبني. طبعا ده طبعا عمرها معادله ما بتيجي في وقت واحد. فطبعا احنا بنقول ان كده السياسيه وان الشرطه والجيش حضرتك خدوا عهد وخدوا قرار وتعهدوا ان احنا نحارب الارهاب وفي نفس الوقت نبني بلد. خلينا نتكلم في حمله مواطن
نتكلم مع باشمهندس ياسر ان الحمله دي عايزين نعرف دورها على ارض الواقع، وهل بالفعل ان الحمله دي بيتم تمويلها من الدوله ام تمويل ذاتي من القائمين على الحمله؟ بص حضرتك، احنا بعد احداث 25 يناير يعني رب ضرره النافعه، هي الاحداث اللي حصلت دي صحت الوطنيه عند المصريين، وانا واحد من صحت فيها الوطنيه، لان احنا قمنا من النوم ما لناش بلد، لقينا حراميه ولقينا بلطجيه ولقينا خراب. يعني كان في انفلات امني بحكم طبعا بالظبط كده. فالنهارده احنا بقى ايه يعني كل يساعد بيك. يعني اللي يقدر يساعد بحاجه يعملها عشان الاجيال اللي جايه، يعني اللي يعرف اللي يقدر يعمل بكلمه يساعد. احنا مجموعه وجمعنا واخترنا اسم حمله مواطن، حمله مواطن مش حاجه تانية، وبننزل للناس في الشارع بنوعي بنفهم، بنقدر برضك نعمل حاجه الناس محتاجاها زي كافل طبيه، زي اي مساعدات بنقدر نعملها بالمجهود الذاتي بيننا وبين المجموعه، لكن مفيش اي تمويلات ولا في اي حاجه من دي خالص. يعني احنا يعني اللي انا عاوز اقوله اوصله للمشاهد ان حمله مواطن دي دورها ان بتوصل المفهوم الصحيح، بتحاول تغير الاشاعات اللي هي صدرت من المورودين على اساس تحقق مصالحهم او تشامل الشوشره واقع في الشارع، تشويه يعني على الانجازات وعلى البلد اللي قائمه عليها زي من كده السياسيه او من الشرطه او من الجيش، ده بيعمل تشويش على هذا. ما بتتحاربش معلش بس في سيناء وبتحارب في ارهاب، انت بتحارب برضه في اعلام مغرض، بتحارب في ناس قبضة فلوس عشان توقعك، واللي حصل في البلاد اللي حوالينا تحصل الاعلام الخارجي مش الخارجي. الخارجي طبعا هو يعني بس احنا لا احنا لو في الاخر كلنا كده الوطن وقدر وكريما مع البلد ومع الجيش والشرطه، لان احنا عايزين نبني البلد مش عايزين نهدمها. بالظبط. في ناس طبعا من الاخ من القنوات الخارجيه انت ممكن تنام والعدو ما بينامش. العدو ما بينامش يعني زي الشيطان، زي الراس مال اهل الشر هم اهل الشر فعلا، يعني الشيطان ما بينامش، الشيطان عدو لابن ادم، كذلك الناس دي عدوه لمصر والمصريين، ولازم الشعب يفهم كده ويعرف كده، يعني مفيش حاجه جايه صدفه، ده كله مترتب وكله يعني معلش اللي ما يشوفش من غربان زي ما بيقولوا في الامثال، يعني النهارده الامي المتعلم الجاهل هو فاهم وعارف ان انت مستهدف ان انت تقع تشرد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده المنقذ، لا رياء ولا انفاق، بس ده فعلا المنقذ لمصر، مش بقى للعرب والعروبه، لمصر اول حاجه. ده ربنا جعله سبب ينقذ البلد دي وينقذ الاعراض وينقذ المال وينقذ المال وينقذ كل شيء في مصر. ففي شيء من رد الجميل، ورد الجميل ايه؟ انا اصبر عليه وما اسمعش اي اشاعات، ده المفروض رد الجميل. وفي انتخابات انزل وشارك، يعني انزل وشارك، يعني اقل حاجه يعني المواطن يعملها. يعني انا خليني انا كمواطن مع حضرتك بقول لك انا مش هنزل انتخابات الرئاسه كحمله مواطن مع حضرتك. انت مشترك حضرتك مع هتقنعه ازاي؟ ما هي ان انت ازاي تشارك، انت مش هتنزل دي، يبقى انت شاركت وساعدت العدو، شاركته وساعدته من غير ما تقصد، لكن لا انت تنزل يا اخي، واللي عايز تنتخبه انتخبه، بس انزل، يعني ما حدش بيفرض عليك حاجه، لكن اي انسان سوي في مصر لا ينتخب السيد الرئيس، ما فيهاش نقاش ولا فيها جدال، اي انسان سوي. ما هو ما تنساش ان في مرشح اخر معايا حضرتك، انا حضرتك مع احترامي للمرشح الاخر منافس. انا بتكلم مع الراجل، ما ينفعش طبعا عشان تعرف الفضل. بص يا مصطفى بيه، بص يا مصطفى بيه، مع احترامي للمرشح، مع احترامي لاي حد، انا بتكلم على الراجل اللي انقذني من خراب وهلاك محقق، انا بتكلم عليه. المرشح بقى التاني ده انا ما شفتوش، اللي كان بره ما شفتوش، اللي جاي وعايز ما شفتوش، انا شفت الراجل ده، الراجل ده عرض نفسه وعيلته وعرض نفسه للهلاك،
دول برضو الشعب فاق ماشي. ما هو في برضو بعض الاخرين برضو فده اللي انا شفته. في بعض الاخرين برضو يعرفوا مرشح الاخر. فزي ما انت عندك يعني حب وعندك ان انت عاوز توجه المصريين ان باشا احنا مش داخلين مسابقه. فدي باشا مش مسابقه باشا انت في حاله حرب يا بيه. انت بتحارب. لا اصل دي ده الدستور. الدستور مع احترام الدستور برضو. الدستور والقانون بينص على ان دي انتخابات حقيقيه موجوده على ارض الواقع. فبالتالي في اثنين مرشحين. فبالتالي اي مواطن له الحق ان هو يختار سين او صاد. هو الاستاذ ياسر قصده. ففي الاول وفي الاخر بس بقى كل واحد في الاخر دي معلش. مش مقتصره على ان انا هجيب واحد بعيده. هو برضه عشان محمد برضه هل يستوي الذين يعملون الذين لا يعملون؟ ماشي. ما حتى استوى الظلمات والنور. ما الراجل ده يا بيه احنا شايفين عمل ايه؟ ده في الاول وفي الاخر احنا شايفين سياده الرئيس عمل ايه؟ انا معايا برنامجي وبيعمل ايه؟ وهيعمل ايه؟ انا في الاول وفي الاخر انا معايا برنامجي والتاني برضه الاخر معايا برنامجه. طب خلينا باشمهندس معلش انا بس كلامي كده انا 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 بقول ان المصريين داخلين على مرحله مقبله اللي هي انتخابات الرئاسه. فبالتالي انا كحمله هقنع المصريين ازاي ينزلوا يشاركوا في انتخابات الرئاسه بالفعل على ارض الواقع وليس بالانشده وبالكلام. لا مفيش كده طبعا لان ده بتتكلم في مشاركه حقيقيه مع حضرتك. لان انت حضرتك بتحارب الارهاب، بتحارب الاشاعات، بتحارب الناس المغرضه. فبالتالي لما انا كمواطن مصري ما عنديش المعلومه الكافيه، ما عنديش الدرايه ان انا افهم ان في فعلا مرحله مقبله جايين عليها اللي هي مشاركه او انتخابات الرئاسه. المفترض لو انا ما نزلتش هيبقى ده ضرر على مصر ايه؟ ان انا بتكلم في لازم يكون في دور سياسي فعلا حقيقي. فبالتالي لما اقول اثنين مرشحين موجودين على ارض الواقع، فبالتالي لما اقول ان المصري او المصريين او المواطنين بشكل واضح ينزلوا يشاركوا، هل انت كحمله هتقنع الناس تشارك بالانجازات اللي موجوده على ارض الواقع؟ ام اللي بيتكلم عن ان في وطنيه وفي انتماء ان المفترض كلنا لازم نشارك عشان حضرتك نقول ان المصريين موجودين عندهم القدره ان هم يشيلوا او يحطوا او يغيروا في المرحله المقبله. فبالتالي ده هل بالفعل هيبقى في دور حقيقي للحمله على ارض الواقع؟ ولا فعلا هو الدور ده فعلا فعلا كلام كده زي ما احنا بنسمعه مش كلام فعلا. احنا بالفعل بنعمل كده الكلام دوت. هو احنا كلامنا كله الصندوق، يعني احنا ازاي الناس توصل للصندوق، ازاي يخشوا اللجنه الانتخابيه، ازاي يروحوا يقيدوا بصوتهم بصرف النظر مين، بس يخشوا لا ينزلوا من بيتهم وتحس وانت واولادك وتبقى تغرس في عيالك الوطنيه وتسحبهم وتاخدهم في ايدك ويروحوا ويروحوا اللجنه الانتخابيه ويقولوا بصوتهم بصرف النظر عن مين. بس احنا بنتكلم ازاي؟ بنقول لهم يعني كذا حاجه. يعني كان معانا كمان امينه المراه اللي ماسكه في حمله مواطن بتتكلم ان الست نفسها كمان بتاخد تزق جوزها وعيالها، يعني في مؤتمراتها تزق صوته وهي معانا في الكلام، تزق عيالها وجوزها وتنزلوا ويروحوا بصرف النظر انت هتدي صوتك لمين. بس انا عايز اقول لك لما انت تقعد في البيت وتقول هو كده كده الرئيس ناجح، كده كده فلان ناجح، انت كده بتشارك الناس الثانيه بالظبط كده اللي انت هم عايزين ايه. في ناس عماله تقول لك ايه نقاطع الانتخابات، الانتخابات لازم ما تنزلوش، انتوا كده يعني ساعدتهم بدل ما كانوا مثلا خمسه خليتهم 10 عشان انتوا ما نزلتوش. انت كده كده من غير ما تشعر، من غير ما انت شاركت في غلط. هستكت على الحق سيطر الرئيس. انت ساعدت في غلط، انزل قول اللي انت عايزه. سياده الرئيس قال لك انا اول يوم ما اعلن الانتخابات انا هيرشح نفسه كان يوم الخميس في المؤتمرات حكايه وطن، وقال انا طالب من الناس اللي هي تنزل بصرف النظر مين قصادي، ينزلوا اللجان بصرف النظر هم هينتخبوا مين. ما قالش ينزلوا انتخبوني، قال انزلوا. ليه؟ انت عم دلوقتي نزلت خلاص، ده نزل وده نزل وده نزل، ما فيش بقى اللي هم الجماعه المغرضين اللي عمالين يدوا حقن. انا بس في نقطه بس مهمه عشان بس ما انتوش عشان نكون متفقين يا باشمهندس ياسر باشمهندس حسيني، عشان بس المشاهد لازم يعني يستفيد. لازم نوصل المعلومه حضرتك عشان ما نديش فرصه المغرضين واصحاب الاشاعات واصحاب المصالح اللي تستفيد ان هو ازاي يوصل المعلومات الخاطئه
للمواطن عشان يقدر يوجهه زي ما عرف. خلينا نتفق على نقطة وهي دي تعتبر البداية. انا بداية الحلقة انا قلت ان القيادة السياسية ماشية في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الاولاني اللي هي محاربة الارهاب بشكل معلن على ارض الواقع. الاتجاه الثاني ان هو بيبني البلد بالانجازات الموجودة على ارض الواقع من خلال المشروعات ومن خلال التنمية الحقيقية موجودة بالفعل وقائمة مع حضرتك وما زالت قائمة وفي تم افتتاح بعض المشروعات الموجودة. خلينا نتكلم كالحملات الموجودة اللي انا بنعتبر معايا حملة من ضمنها هي اللي هي حملة مواطن. انا زي ما الجيش والشرطة او القيادة السياسية بتحارب الارهاب مع حضرتك اللي موجود انجازاته على ارض الواقع حاليا دلوقتي على ارض سيناء، بتكلم انا الحملة دي حضرتك هتعمل محاربة الفكر محمد فكر واشاعات المغرضة اللي بتخدم على مصالح اخرى. يبقى انا ليا دور، انا فعلا انا بحارب زي ما بتقلش عن حضرتك اولادنا واهالينا والقيادات العظيمه اللي موجوده اللي بتحارب الارهاب. فانا عاوز اعرف الاليات، يعني انا اعرف الاليات الارهاب حاليا دلوقتي ان في خطه استراتيجيه عارف بيحدد الاماكن الارهابيين ازاي والمعلومات اللي بتيجي ازاي وازاي بيوجهها وازاي بيوقفها وازاي يسيطر على ان هو يقبض على الناس دي بدون خسائر. تمام حضرتك، ده كلها اليات وخطط محطوطه من خلال القيادة السياسية ممثله في الشرطه والجيش. تمام، انا بتكلم بقى حضرتك محاربه الفكر مع حضرتك من خلال الاشاعات والاشخاص المغرضه اللي هي بتحقق مصالح لناس اخرى كداخلي او خارجي مع حضرتك. فبالتالي انا اعرف الاليات المفترض كدورها كحمله من ضمن الحمله اللي موجوده حاليا. انا اعرف ان في كذا حمله، هل بالفعل في اليات ازاي نحارب الفكر دوت وننتصر وازاي نقنع المواطنين وازاي نقنع المصريين ان احنا بالفعل ان في قياده سياسيه بتحارب الارهاب وبتعمل التنميه، واحنا كدورنا كمواطنين شرفاء عندنا وطنيه عندنا انتماء ازاي نقنع اولادنا واهالينا وناسنا وشبابنا ان احنا في المرحله اللي جايه احنا بنحارب فكر وبنحارب ارهاب على اساس اهداف مغرضه لازم تحقق اجندات اخرى لمصالح ناس تانية. هل بالفعل في الياتها انا عايز بقى حضرتك انا حددت اهو البدايه، انا عايز عشان المشاهد يبقى عنده معلومات يستفيد بيها. انا عايز بقى يعني دورنا صور القوافل الطبيه والادويه والعلاج والمخاطبه مع الجمهور. احنا بقى ما بنتكلمش في التلفزيون ولا برامج ولا احنا بنقعد. الاستاذ زياد هتلاقيه دلوقتي في صور ليه قاعد في وسط تجمعات سكنيه في كذا حته. على فكره احنا منسقين حمله مواطن في محافظه الجيزه مش على مستوى الجمهوريه، في منسقين تلاتة في المحافظات. هتلاقيه دلوقتي قاعدين هتلاقيه قاعد في وسط الناس. احنا بنقعد في وسط الناس بنتكلم، ما بنتكلمش في التلفزيون بقى. ليه؟ انت في التلفزيون بيسمعوك، انما وانت قاعد مع الناس بتاخد وتدي، بيسمعوك ويكلموك، يسمعوك ويكلموك. فانت جمعتهم ازاي؟ ست جايه تكشف كشف نظر، خدت كشف نظر، بتسلم نظرتها تاني يوم ياسر، بعدها بيوم، بعدها باسبوع، بعدها باسبوع، وفي لا كان في عند حسام بعد ثلاث ايام. بس خلي بالك في الاول في الاخر طب ما هي فرصه بس مهندس حسيني ما تتكلم في القوافل الطبيه، هيقول لك في الاول في الاخر ده دور الدوله. انت بتتكلمش كان انت بتتكلمش بقى انت يعني احنا لا ما خلي بالك بص يا باشا مش موضوع أنا دور الدوله، هي قصه هي قصه يا استاذ مصطفى. طب كملها زي برضه ما أوصل. زي ما ناس للاسف الشديد مغرضه بتضحك على شبابنا حضرتك وتديهم معلومات خاطئه وتستغلهم في الارهاب. انا ما كملتش الجمله. انا عشان اقعد معاك النهارده مش خدت بعضي وجيت، وانت عندك برنامج عشان اجي لك انا وياسر نقعد معاك، عشان البرنامج نقعد معاك. انا بلم الناس اقعد معاهم ازاي؟ اصل التلفزيون بيسمعوني ما باخدش منهم عشان ارد عليهم. فبالتالي انت عملت تجمع، عرفت تسمع منهم تاخد وجهه نظرهم ايه وترد عليها. بالظبط كده. انت خدت عملت تجمع اجتماعي، عرفت تاخد منهم ايه، هم تساؤلاتهم ايه، طب هو عامل لنا ايه او الدوله عملت لنا ايه. انت بتقولي دلوقتي المفروض ان الدوله هي اللي تجيب لهم النضاره او تعمل لهم النضاره او تعالجهم. بس خلي بالك انت بتقولي كده، انت بتقولي كده يعني انا كمواطن يعني هيرد يعني بس انا خليني كمواطن انا لما اقول مؤاخذه هرد عليك اقول لك كده. انا كنت هوصل له دور الدوله، انا كنت هوصل له ازاي عشان يكلمني واحاول اغير فكره عن التلفزيون؟ مش هينفع كوسيله تجمع
او تجمعات مواطنين اسمها كوسيله يعني اسمها الدردشه كوسيله لما تضيع من نفسك تاخد حته تنزل حته وتضيع فيها يوم وتقعد تكلم مثلا 500 600 واحد وكل واحد ياخد منك معلومه واخد بالك يعني اكتر حاجه معلومه بنعملها دايما مع الشباب الفيسبوك حاول تحلله تحلل الكلام بتاع الفيسبوك خلينا الاول في الـ في الـ في, الـ في مع المواطن عشان الشباب ده ما هي انت من غير حاجه تلمي بيها الناس يقعدوا معاك ويتسمعهم ويسمعوك ما هو انت هتجيبهم ازاي مؤتمر هتسمعهم هيسمعوك انت هم هيسمعوك انت بس وهتقعد تقول انا كويس وانا حلو وانا يعني انا خليني انا كمواطن يا باشمهندس بقول لك يا باشمهندس انا حضرتك يعني انا هنزل ليه ما هو كده كده هو الدوله ما كده كده هو هينجح انا هنزل انت يعني هيفيد بتتقال يعني خليني بس يا باشمهندس نزولي هيفيد بايه يعني انا هو مواطن بسيط غلبان تعرف طبعا يعني على ارزقي يعني بيومه بيعيش يوم بيومه حضرتك انت بتيجي تقول له لو سمحت ايه عايزينك حضرتك تشارك في الانتخابات المقبله ان شاء الله اللي جايه ما بنجيبهاش كده فمساله بدي انا يا باشا يا باشمهندس انا بكلمك ببساطه انا كمواطن انا بديك انا صيغه ايه اللي حضرتك بتدورها كحمله ما طبعا لها فكر وفيها استراتيجيه وخطه محطوطه لها بتنفذها على ارض الواقع انا كمواطن اما تيجي تكلمني وتحاور معايا هرد عليك واقول لك يا باشمهندس احنا بتتكلم على انتخابات الرئاسه جايه بتتكلم ان فيه اثنين مرشحين وفي لو في الاخر كان الموضوع محسوم وكده كده ان شاء الله الرئيس جاي وكده كده هو ناجح انا نزوله هيفيد بايه استاذ مصطفى انا ردك انت حضرتك عليا ايه كمواطن سيبني بس ما تقطعليش لمده دقيقه انا بنزل بحته مناطق الشعبيه دول جدعان المرجله كلها فيهم ستات ورجاله واخد بالك ده تركيزنا وتركيزنا على المناطق الشعبيه انت عارف المنطقه الشعبيه ان كان راجل ولا ست لما تحسسه ان في خطر على شارعك تلاقيهم واقفين فوق السطوح بالازاز والميه لما تحسسهم ان في خطر على بلدك يبتدي ينصتوا لك انت بتحسبش بقول لهم انزلوا مش مزقهم كده هي بطبيعه الحال بتاعت المناطق الشعبيه المجدعه الرجوله النخوه موجوده فيهم ستات ورجاله عندهم نخوه فلما تفهموا من الوضع اللي احنا فيه ايه بيستجيبوا وتقول لهم حتى لو ما نزلتوش اضعف حاجه لو ما نزلتوش انتوا ساعدتوا الجماعه اياهم دول اللي هم يشمتوا فينا كلمه بقى بلدي بينا وبين بعضينا يشمتوا في يفرحوا فينا انزلوا طب اخر حاجه ممكن تقولها يعني لهم بيساعدوه ازاي يا فندم برضه ما انت ما نزلتش يعني كمواطن دلوقتي اهوت لما حضرتك بقول لك كده انا بساعده ازاي يعني انا بساعد المورديين واصحاب الاشاعات بتساعدهم انت بتساعد وانت بتساعد هيبتدي ياخد لك الكلام دوت ويشوف العدد المشاركه يقول لك شفت احنا انت ساعدت الناس ان هم كلامهم او مشاركتهم يعني انا قطعت الانتخابات ايه الفايده العائده على اصحاب المصالح والمورودين؟ وايه الفايده العائده على اشاعاتهم وكلامهم؟ ايه الضرر اللي هيقع على الدوله وعلى القائمين على الدوله؟ اشاعاتهم ان دلوقتي الراجل واحد من الجماعه دول عمال يقول لك قطعوا الانتخابات، الناس مش هتنزل، ال 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 انت اول قربت ان خليته كلمته تبقى صح. انت لما تسمع كلمه على 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 واحد صاحبك، اخوك، ابن عمك. ايوه انا كمواطن دلوقتي انا هساعد المورودين ازاي؟ يعني انا لو ما نزلتش عدم مشاركتك يعني انا عدم مشاركتك عدم نزولك ما انت ساعدته ان انت قعدت في البيت. السلبيه سلبيتك دي خليته يقول لك شفته؟ ما نزلوش. الشعب مع انك انت قريت بتقول ايه هو كده كده ناجح مش محتاج انا بحب الرئيس او ما فيش غيره ولازم هو اللي اصعد السدود ازاي طيب ما انا بقول لك هو انت دلوقتي انا خدت اشاعه كبرتها حته غرزه عملت منها شال عملت منها قميص انت ساعدت الناس دي كده وانا قصدي كده انت يعني انت دلوقتي قاعد يعني انا بالفعل يا باشمهندس ياسر ان بالفعل ان في بعض المورودين واصحاب الاشاعات وفي بعض القوى السياسيه معذرتك او السياسيين بشكل عام او رجال اعمال او شخصيات عامه بتساعد ان هو الانتخابات اللي جايه ديت ديكور وبالتالي احنا نزلنا ما ينفعش ان احنا ننزل ما فيش تمثيل حقيقي على ارض الواقع فبالتالي احنا بنقطع عن الانتخابات رد حضرتك كحمله معذرتك للشارع المصري ايه يا فندم؟ انا ردي والله يعني ايه برضو كقول ايه انزل شارك وما بقولكش ادي مين او انتخب مين انت بقى اللي ربنا بقى ايه يلهمك الصواب وتبقى شايف
الراجل ده عمل ايه والراجل ده عمل ايه وقيم. ده اللي انا بقوله. اما بالنسبه لحته التجمعات اللي بنتكلم فيها، احنا بنعمل تجمعات بحاجه مفيده. يعني في واحد نظره ضعيف ومعهوش 500 جنيه يجيب نظاره، في حد محترم زي مصطفى بكره بيستورد نظارات متبرع اللي هو يطلع نظارات، في دكتور محترم رمض متبرع ينزل باجهزته ويكشف للناس. فهي دي يعني ايه اللي بيتكلم عليها المشمهندس حسيني، هو التجمع ده اللي بيخلي فرصه تتكلم وبنتكلم وبنتناقش وبنلاقي يعني بنلاقي ايه استجابه، بنلاقي استجابه من الفئه اللي هو قال لك عليها. انا كان يعني نفسي او كنت عايز اوصل للمواطن، يعني انا كمواطن بقول ان انا هنزل ليه انا كده كده هو ناجح، انزل بيه عشان ولادك، وانزل عشان الاجيال الجايه، وانزل عشان الامن، وانزل عشان الامان، وانزل عشان دوري لا تنزل تنزل. فهو بالتالي ليه دوره ذات اهميه؟ انا طبعا الباشمهندس حسيني وحضرتك بتاكد بتقول انت كده بتساعد المورودين واصحاب الاشاعات ان هم طبعا بتحقق لهم. انا مش عايز اخش على الراي العالمي، انا بكلمك علينا احنا جوانا هنا، انت كل واحد قاعد الفيسبوك يا بيبي هو عايز كده يوصلك الراي العالمي، وعايز يوصلك بره الراي العالمي. انت بقى الشعب المصري المنطقه الشعبيه بطبعهم جدعان، فلما تفهمهم الكلام دوت هنزل يا رب. احنا ما نقولش اختاروا مين، ما ده مصطفى في حاجه اقول لك عليها. هو كده كده بيقول لك انت كده كده هتحط صوتي. لا دي انصحه بايه طيب؟ لا انصحه ينزل هو يحط صوته. ما ينزل يعني ايه يحط صوته؟ يحافظ على صوته. ينزل هو يحافظ على صوته. يعني حضرتك انت بتنصحه ان هو ينزل ويحط بصوته على الاقل ان هو يحافظ على صوته بالظبط كده. دي موضوع بالظبط كده. اذا كان بالسلبي او بالايجابي مش ممكن كمان اللجنه الانتخابات تقول لك اللي مش هينزل يبقى في 500 جنيه غرامه 500 جنيه مش ممكن وممكن تحصل وتتنفذ القانون وده قانون. هو ده المفترض، بس ما اعرفش. لا مش مفترض، ممكن تتعمل. ممكن تتعمل وطنيه ممكن تتعمل. اسكان انت دلوقتي لما بتتاخر على تعمل بطاقه لابنك ولا بنتك وتاخرت عن تدفع 100 جنيه غرامه على تاخير البطاقه وبقت بتنفذ بطاقه وما دي رقم قومي، فممكن تتعمل. يا بيه انا بغير ال 500 جنيه بغير غرامه انا بقول للمواطن انزل. يعني انت انزل عشان تحافظ على عرضك وعلى ارضك وعلى مصر وعلى وطنك. في بلاد معلش يعني مش هنقول اتبطروا على عيشتهم، لكن هنقول ايه اتضحك عليهم. الربيع العربي ضحك عليهم ماشي، ودلوقتي متشردين في متشردين قاعدين بنشوف وشايفين متشردين نفسه في عشه في ارضه في بلده، مش قصر ولا نفسه مش لاقي، مش شاكل باربع طقات ولا ثلاث طقات، لا هو نسي الاكل، هو مرمي اهو في ساقعه وفي بلاد غريبه وبيتهان ومذلول، هو ما فيش في اكل وشرب. احنا في نعمه كبيره وربنا نقز طيب مصر. خلينا نتكلم بقى في الحمله، خلينا نتكلم بصرف النظر بقى عن حمله او مش حمله لمواطن وبتكلم حضرتكم قائمين عليها. طب يا باشمهندس حسيني، طب ازاي هتقنع المواطن وتقنع كل المصريين انه ينتخبوا رئيس على التخصص؟ يا باشا المواطن مستوعب، المواطن مستوعب، ما ينفعش مش محتاج كل المصريين. كل المصريين الرسول عليه السلام او هو البشر ربنا اختلفوا عليه طبعا، زي ما حضرتك شايفين كده اللي هي صور ربنا اختلفوا عليه. ربنا سبحانه وتعالى اختلفوا على ربنا، مش هيختلفوا على ينفع اقول المصريين كلهم ما ينفعش. دي الحمله اهي، عندك تجمع كده، بص الناس واقفين على الباب قد ايه وداخل غير اللي بره. فتلاقي القافله عملنا اربع كفرات، القافله فيها مثلا 1000 1000 1000 1000 بني ادم يتعالج. مش هطلع ب 2000 واحد ياخد عياله وينزلوا يا استاذ مصطفى. دول ده الفرصه بقى اللي انت بكوبايه شاي وماسك السيجاره وماسك كوبايه شاي وتقعد تلغي معاهم عاده القهاوي دي هي اللي بتعرف تجيب الناس دي، مش عاده لغي. الشعب المصري بطبيعته ودود ويحب يسمع وياخد ويدي، انما انا هقعد قدامك في التلفزيون اسمعك هيقول لك التلفزيون بيتكلم كلام. لا احنا فعلا بيتكلم، احنا فعلا واخد بالك. وكلهم بعدين برضه في حاجه غير قطع حديث المهندس ماشيه كده في النيل مسيره فيها 18 مركب دي مسيره تأييد لسيادة الرئيس حمد مراد، واخد بالك حضرتك. فكل الكلام وكل ده والله الاهالي كل ده من الجيزه طالعين. طب خلينا بصفتك ان انت المسؤول عن حمله مواطن في محافظه الجيزه، هل انت استعرضت الموضوع دوت مع الجمعيات الاهليه على اساس كان لها دور فعال على ارض الواقع مع الناس البسطاء والفقراء ان هم بيتحركوا بوضوح ان هم بحكم طبعا وجودهم في الجمعيات
هل بالفعل استخدمتهم على ان هم يوجهوا رسائل للمواطن على اساس ازاي يقدر يحافظ على صوته، ازاي يشارك في الانتخابات القادمه على اساس ان هو يدي رايه، ان هو يبقى موجود بتمثيل فعلي حقيقي على اساس نحافظ على بلدنا وعلى وطنيتنا عشان ما نديش فرصه للمغردين واصحاب الاشاعات؟ هو المبدا كله واحد، المبدا كله واحد، بالنسبه لجامعات اهليه، بالنسبه لحملات تانية، بالنسبه لاحزاب، بالنسبه لاي يعني اي ايه اي كيان، هو التوعيه، نوعي المواطن ينزل ينتخب، ونوعي ادي انجازات وادي الشغل معمول وادي الشغل هيتعمل. ما هو برضو التوعيه دي لها اليات، يعني انا بيبقى لها مستهدف، المستهدف بتاعي انا بتحرك في اتجاه يعني ما هو المجموعات، يعني الحمله دي مش مقتصره على سين وصاد، لها مجموعات بتنتشر في المراكز اللي هي موجوده في محافظه الجيزه، فبنقول المجموعات دي بتستهدف مثلا جمعيات اهليه، شخصيات عامه، بالنسبه للشباب، بالنسبه للمراه، كل ده ادوار بتتم وتشغيل بوضوح على ارض الواقع، اللي بيتعامل مع المواطن مباشر على ارض الواقع. هل بالفعل حط اليات ان احنا نستغل الكائنات الموجوده بالفعل عشان تقدر تحافظ على بلدها وتحافظ على وطنيتها بكل مشاركه المجتمع المدني بشكل بكل طوائفه؟ احنا في تعاون موجود فعلا بكل مع مؤسسة الشباب دعم مصر، وشغالين معانا في الشارع، وفي كذا برضو كذا كيان شغال معانا في الشارع، ويعني ماشيين كويس، ماشيين كويس وشايفين استجابه من الناس. اهو معانا معانا كمان مؤسسه او جمعيه النساء دعمنا الرئيس طبعا، الانجاز الشغل اللي بتعمله حمله المواطن، حمله المواطن ده الصور زي ما انتم حضرتك شايفينها معايا على الشاشه، حفله بتاع ده استغرب طبعا منيب، موجود شغل قافله بتاعت المنيب، وفي قافله طبيه كمان موجوده معاهم في الاعدام، في صور معاهم كتير قوي في الاعدام، مش ما هم بيعرضوا الصور اللي بتبقى جاهزه بيطلعها لهم. فسيدات دي ستات، سيدات بيوت، سيدات مصريات جدعان، وبرضه الكلام بيتكلموا ستات اللي هم ازاي ينزلوا ويحسوا. الست عليها عامل كبير جدا، الست عليها عامل كبير جدا ان هي تطلع وطنيه، هي ما تطلعش وطنيه، يزق جوزها وعيالها اللي ينزلوا ويحبوا البلد. يا ما فيش بقى، انا ارجع برضو لبدايه الكلام يا مشمهندس مصطفى، بدايه الكلام ايه؟ ان احداث يناير صحت الوطنيه عند الناس، عند الشعب، ابتدى نخاف. احنا كنا امنين ما نخافش، خفنا من اللي شفناه، ولما بصينا للدول اللي حوالينا خفنا اكتر. فقصه مش قصه يا باشا انتخابات ولا قصه، لا قصه اكبر من كده، قصه انت مستهدف لدمارك، مرصوده مليارات عشان تتدمر. عشان نهرب من المخططات دي لازم تشارك وتساعد البلد، بالظبط كده، تبني مع البلد ونقف. يعني بيقولوا تركيا تركيا هو يعني اردوغان ده اللي نجحه، ما في 2004 لما الشعب وقف جنبه، نجح اقتصاديا ونجح سياسيا، هو الشعب. نقف، ما دي مش الدول الكبيره ديت، يعني امريكا دي ما بتدي الرئيس ده فترتين، يعني مبدا ايه؟ اللي ابتدى حاجه يكملها، ابتدى مشروع يكمله، ابتدى انجازات يكمله. القصه مش يعني مش طب باشمهندس السيدي، خلينا نتكلم على المغردين واصحاب الاشاعات. رد الحمله على الناس المغرضه واصحاب الاشاعات على اساس يبوظوا عقولنا وبوظوا عقول المواطنين وبوظوا عقول الشباب، رد حضرتك ايه او رد الحمله عليك؟ ما كل اصلا كل واحد ليه يعني ليه سيكولوجيه معينه في كلامه وليه رده، بس هو كل حاجه وليها يعني ليها منظومه، بس انت لازم ترد بانجازاتك. ايوه، بامانك، بانجازات، بوضعك، وضعك وانت ماشي في كبلد في وسط، انت بقيت دوله تعتبر دوله ليها كلمه دلوقتي غير الاول خالص. دوله تحترم، دوله ليها كلمه، ليها سياده اقليميه، مش هقول عالميه، ليها سياده اقليميه. فين الوضع دوت الاول؟ جيشك شكله ايه دلوقتي؟ المنظر نفسه بتاع جيشك وانت شايفه وناس بتتكلم عليه، انت يوم الجمعه بالليل رئيس الوزراء الاسرائيلي اتكلم، وزير الدفاع الاسرائيلي اتكلم، فرنسا اتكلمت، تركيا اتكلمت، الاسطول التركي لم نفسه راح رجع لورا الحدود الاقليميه بتاعته، الاسرائيليين وزير الدفاع الاسرائيلي
يقول ايه الجيش المصري وايه سرعه الانتشار اللي في الدقايق دي ما شاء الله. والانتشار دوت والقوه الله. دي مش حرب، ده استعراض عضلات، واخد بال حضرتك؟ انت بطبعك كمصري لما كنت بتتفرج على فيلم الحرب بتاع 73 جسمك اشعر، فلما بتتفرج على الكلام ده وتسمع الكلام تفرح ببلدك وتفرح بجيشك وتبتدي ترد على الناس اللي عماله تتكلم على جيشك وتتكلم على بلدك. مش كده عمالين يتكلموا على الجيش بتاع المكرونه وبتاع اهو ده جيش اهو، فين المكرونه؟ عشان في يد بتاعت مكرونه وبتعمل اكل وبتبني البلد، بس في يد لو نزلت على واحد هتتوهه، واخد بالك؟ فبالتالي ده جيشنا. قعدوا يتكلموا على جيش المكرونه واللحمه والفراخ ومش عارف ايه، والجيش لا جيش اهو، جيش في ثانيه وراكم شكله ايه. الجيش مؤاخذه يا باشا، الجيش لما بيطلع في اي بيان بيلقب الشعب بشعب مصر العظيم، واحنا كشعب بنقول الجيش العظيم والشرطه العظيمه. انت حضرتك في بدايه الكلام بتقول له هو رايح مش عارف يرجع ولا لا، بالظبط ده شغل مش لا عارف. هو ده مش شغل، مش عارف ده مش شغل يا بيه، ده مش شغل، ده اسمها تضحيه، تضحيه وشهاده. تضحيه ده بعتبره نص وشهاده وتضحيه. هو رايح مضحي بنفسه ليه؟ في سبيل الوطن. هي مش في سبيل مرتب، بس مرتب هو لو لما يستشهد هيعمل ايه بمرتب؟ في سبيل الوطن وفي سبيل حفاظا على بلدنا واهالينا وناسنا، بالظبط. فبالتالي بي 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 بيحط ارواح رجالتنا اللي هم في الشرطه، بالظبط، والجيش في فدا للبلد. يعني ضابط الجيش او ضابط الشرطه بينزل من بيته بيودع عياله، الله اعلم راجع ولا مش راجع، ومش عارف لو راجع ولا مش راجع، الله اعلم ده راجع ولا مش راجع. قول لي بقى عشان بياخد فلوس، لا فلوس ايه هتعمل بقى ايه؟ ده لو ظابط مرور مش ظابط عمليات خاصه يا باشا، هو عسكري مش عارف راجع ولا مش راجع، عسكري ما اعرفش هو راجع ولا مش راجع. ده اللي احنا بنوصله للناس. طب هل في فن ده اللي احنا بقى بنوصله للناس؟ الحمله فيها تمثيل مرأة، فيها تمثيل مرأة وفيها واحنا اصلا على اساس الحمله كلها شباب، دورها يعني ذات اهميه ان هو بيتعامل في الاسر البسيطه، وبالتالي بتتكلم على امراه اللي هي بسيطه محتاجه امراه زيها. انت عارف يا باشا المواطن البسيط سواء امراه او راجل هم دول اللي هينزلوا ينتخبوا السيد الرئيس. الفئه دي بقى اللي انا بقى لمستها وعشرتها، مش الطبقه اللي ودول هينزلوا، ودول برضه يعني لازم ينزلوا، بس الطبقه اللي هي عليك بتتكلم بسيطه ديت هتنزل وهتنتخب واقفه، وده لمسناه وشفناه. بس فاهم بالراحه، يعني فاهم بالراحه، ولما تيجي تقول لي دليلك اقول لك انجازات معقوله. لازم تاخد وتدي شغل بقى حرب وبيبني، ايد بتبني وايد بتحارب فعلا. واقع انت لازم تاخد وتدي واقع. طب اخد اتصال تليفوني. اتفضل معايا المهندس عصام دياب، منسق عام حمله مواطن باسماعيليه. اهلا بيك يا باشمهندس. باشمهندس عصام، الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ واهلا بضيوفك الكرام مصر. بحيي حضرتك يا فندم، بحيي شرف منورنا دايما والمهندس ياسر. الله يخليك يا استاذ. بدايه باشمهندس عصام، بنتكلم على حمله مواطن، فبالتالي كدورها المفترض بيبقى فعال على ارض الواقع من خلال القائمين عليها او المنسقين عليها. طبعا ده منتشره في جميع المحافظات، فبصفتك ان انت منسق عام في حملة مواطن في إسماعيلية، عايزين نعرف بس الآليات والفعاليات اللي حضرتك قمت بها في إسماعيلية، على أساس إزاي هتقنع المواطن إن هو يشارك في المرحلة القادمة أو المقبلة إن شاء الله في انتخابات الرئاسة، إن هو يشارك باقتناع ويشارك فعلا، إن فعلا لازم كلنا نساند ونقف مع الدولة المصرية علشان نقدر نبنيها في المرحلة القادمة، عشان ندي برضه رسائل لأصحاب الإشاعات والناس المغرضة اللي هي بتنفذ أجندات داخلية أو خارجية. فبالتالي إحنا عايزين نفسد هذا الكلام، هل فعلا في آليات فعالية موجودة من خلال الحملة مواطن بصفتك إن أنت منسق العام لها؟ اتفضل. يا فندم اسمح لي في بدايه كلامي بس ان انا هتوجه الاول بكل الشكر والتقدير لجيش مصر العظيم وشرطتها الباسله وشعب مصر العظيم صاحب البطوله الحقيقيه الذي يصنع المستقبل ويمضي نحوه بخطى ثابته. والمجد طبعا لشهدائنا الذين قدموا ارواحهم فيبقى لنا وطنا نعيش فيه ويعيش فيه. في حملة مواطن يا فندم يمكن المسمى حتى بتاعها، احنا اللي عايز يدعم سيادة الرئيس
الزعيم والقائد اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ولد ليكون زعيما قائدا لينا، فلازم ناخده مثل اعلى لينا. إسماعيلية تحولت على ايد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمه الاقتصاديه لمصر. يعني على مدار 30 سنه إسماعيلية ما شافتش عندنا الانجاز، كم الانجاز اللي حصل الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من فنادق لمنطقه اقتصاديه لانفاق، فطبعا تحولت. عندنا الشباب بقى كشباب الاسماعيليه طبعا تحولت روحه لروح ايجابيه جباره. وبالتالي اللي عايز يدعم مصر بيدعمها من اي مكان هو موجود فيها. فندم حمله مواطن هدفها الاساسي هي دعم المواطن البطيء، المواطن الغير قادر على العلاج، على اي وسائل من وسائل حياته الحياتيه اليوميه. فاحنا دورنا كحمله مواطن احنا شغالين في الموضوع ده من فتره طويله، ان احنا الحمله بتاعتنا بسم الله ما شاء الله فيها مجموعه من الشباب رائعين جدا، فريق عمل متكامل بيقدر يقدم يتوجه للمستشفيات للمرضى اذا كان ناقصهم اي حاجه بيقدر يكملها لهم. حاليا احنا بننظم اكبر قافله طبيه في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وكيل وزارة الصحة بصراحة اللي هو لا يكل ولا يمل الدكتور سعيد سعان. القافلة دي بتضم جميع التخصصات، تضم 25 دكتور هتجوب جميع القرى الفقيرة بالإسماعيلية علشان نقدر نساعد المريض الغير قادر على ان هو يقدر يكشف عند دكتور متخصص معهوش مصاريف الكشف، معهوش مصاريف العلاج. الحمله هتقدم له العلاج بالكامل تحت اشراف وزاره الصحه، وده طبعا تحت اشراف اللي هو ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه برضه دايما مكتبه مفتوح 24 ساعه لكل مواطن اسماعيلاوي. فكل الدور اللي احنا بنقدر نقوم بيه ان احنا اللي عايز يدعم مصر يقدر لو كل واحد جنبه مواطن بسيط يقدر ينقل له الصوره دي، يقدر يقدم له اي خدمه. فاعتقد ان باشمهندس عصام، باشمهندس عصام حضرتك منسق عام على حمله مواطن في اسماعيليه. تمام. فبالتالي بنتكلم عن ان الحمله دي دورها ان هي توصل المعلومات الصحيحه والانجازات اللي تمت من خلال انا مستمع حضرتك كويس القياده السياسيه او سين ممثله في سين او صاد. فخلينا نتكلم بوضوح، انا عندي الشارع الاسماعيلي بنتكلم عن المواطن الاسماعيلي. شارع الاسماعيليه بنقول ان في مواطنين بسطاء غلابه، فبالتالي حضرتك انت كحمله نزلت هذا للشارع، نزلت للمواطن، اقنعته ان فعلا ان في المرحله المقبله ان احنا نقدر نشارك في الانتخابات القادمه ولا لا؟ هل بالفعل اقنعته ان طبعا انت عندك في الوقت الحالي ان احنا عندنا بنحارب الارهاب من خلال من خلال تفجيرات ومن خلال اسلحه حيه، فبالتالي احنا عندنا هنا في خط متوازي ثاني اخر اللي هي محاربه العقول على اساس ان احنا بنحاربها من خلال الاشاعات، من خلال ان احنا نوصل معلومات خاطئه للمواطن عشان نقدر نوجهه في اتجاهات ضد الدوله، فبالتالي بتعمل اعاقه في التنميه وتحقيق مشروعات على ارض الواقع. هل بالفعل الحمله دي توجهت ان هي فعلا تقنع المواطن ان احنا لازم نشارك في المرحله المقبله من خلال الانجازات اللي موجوده واللي تمت واللي هتتم ان شاء الله في المرحله المقبله وهيتم افتتاحها واظهارها للنور؟ هل ده استعرض حضرتك كحمله هذه الانجازات وهذه النقط الهامه للمواطن البسيط او المواطن الموجود في شارع اسماعيليه يا فندم؟ بص يا فندم، الحمله ماشيه على محورين، يعني متجهه الى محورين. المحور الاول دعم المواطن من خلال دايما احنا كدوله او عندنا بيبقى دايما العجز في القطاع الصحي، وده دايما اللي بيعاني بيه معظم السكان او المصريين الموجودين بالقرى. تمام. فده محور احنا متجهين فيه ماشيين فيه فعلا في اتجاهه. الاتجاه الثاني هو اتجاه التوعيه، توعيه المواطن البسيط. في مواطنين بيبقى شايف الانجازات او المشروعات الكبرى اللي بتقام على ارض مصر او الاسماعيليه بس هو مش مدركها، فدي لازم توصلها له عن طريق حملات التوعيه.
ان انت تقدر تشرح له الانجازات دي هتعود عليه بايه. انا عايز اقول لحضرتك ان الظاهره احنا سامعينك يا باشمهندس عصام، احنا سامعينك، عايزين نوضح للمشاهد والساده المواطنين الانجازات اللي المفترض انت بتستعرضها للمواطن اللي في شارع الاسماعيليه. عايزين بس نستعرض فعلا الانجازات اللي تمت، ايه المفترض ان احنا كدوله هتعمله في المرحله القادمه، ايه المفترض ان احنا كحمله ان احنا بنوصل للمواطن ازاي انت هتشارك في الانتخابات القادمه، لان دورك مهم جدا لا يقل عن اي عمل بيقوم به اي قياده موجوده في اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، لان انت مشاركتك للانتخابات بالفعل هي ديت فعلا تنميه حقيقيه. انا بالنسبه لي انا بعتبرها تنميه حقيقيه، لما كلنا نشارك في الانتخابات المقبله بشكل واضح موجود على ارض الواقع بوصل رسائل لاصحاب المغردين واصحاب الاشاعات واصحاب الاجندات بتنفذ داخلي او خارجي على ان احنا بالفعل شعب موجود صاحي واعي واقف ورا قيادته السياسيه واقف ورا حكومته، على ان احنا في المرحله القادمه كلنا واقفين وراه كقياده سياسيه كممثله في مين؟ في الاول وفي الاخر احنا بنقول لازم نشارك بوضوح على ارض الواقع، ليه؟ عشان كلنا لازم نحافظ على بلدنا، لازم كلنا يبقى عندنا وطنيه، مفيش حاجه اسمها انه هي هتمشي كده، فارجو هل ده بالفعل تم استعراضي هذا الكلام ان انا بقوله لحضرتك على ارض الواقع لشارع اسماعيليه يا فندم ولا لا؟ بالظبط يا فندم، ده شرح انجازات الرئيس طبعا. ما هو ده الاتجاه بتاع حمله التوعيه، حملات التوعيه اللي احنا شغالين بيها بالفعل، ان احنا بنقدر نشرح انجازات الرئيس في مجال الاسكان، في مجال الزراع السمكي، في مجال التكافل وكرامه، في مجال اسكان الشباب، في مجال المنطقه الاقتصاديه اللي بتقام على ارض الاسماعيليه، في الانفاق اللي هتربط شرق القناه بالدلتا، كل ده احنا بنستعرضه مع المواطن على عشان نقدر نوصل له ان في تم انجاز على ارض الواقع، عشان نحوله من لو عنده طاقه سلبيه او عنده بعض الاشاعات تتحول الى طاقه ايجابيه ويقدر يشاركنا في الانتخابات وما يبقاش عنده عزوف عن الانتخابات. وده بالفعل تم، وعايز اقول لك في قبول لدى الشارع الاسماعيلاوي غير عادي على المشاركه، ويمكن اكثرهم كمان هو المواطن الفقير، لانه فعلا مؤمن بانجازات سياده الرئيس وهو بيسنده فعلا وقادر انه يستحمل وهيستحمل اكتر من كده، وعنده روح يعني غير عاديه في المصابره للوصول الى الهدف. فمثلا رساله بتاعت حضرتك وصلت، اشكرك يا باشمهندس عصام، اشكر المهندس عصام الديب منسق عام حمله مواطن في محافظه اسماعيليه، اشكرك يا فندم. دي فرصه جميله عند عصام كل الحملات في المحافظات اللي انت بتقابل الناس البسيطة الطيبة وتعرف تقول لهم. هو شاف جاب تليفون يعني شغل الفيسبوك بكلم، بس الانجاز يعني ايه يا فندم؟ يعني مثلا حملت الممثلة في الجيزة عملت كام ندوة، عملت كام مؤتمر للتوعية؟ صدقني المؤتمرات والندوات دي ما بتتاكلش. لا لا احنا عملنا مؤتمر، عملنا يعني مؤتمر حضر 50,000 المؤتمر يعني القوافل اللي بتتعمل وياسر ماسكها كويس جدا وعصام وكده بتساعدك اكتر. والله الست بترجع عندها 5-6 عيال مناطق شعبيه، احنا لمسنا دي يا هينزلوا دي لمسنا لما تتكلمها وتعرف وتقعد ترغي معاها. طب هي جابت تليفون ب 200 300، يعني انت تقصد طب ثانيه اكمل اكمل احكي لك قصه عشان تعرف عليا يا باشمهندس الصيني، ان المؤتمرات الشكليه مع حضرتك اللي هي الروتينيه انا بسمعك المعتاده، فبالتالي انا بسمعك مش هتنجز معانا يا باشا، انا مش هتبقى مبديه اكتر من هنا لفئه معينه اتعامل المؤتمر لفئه المثقفين والفئه اللي هم يعني اللي بتكلم حد زي حضرتك كده هيتكلم هيفهمه يا مصطفى بيك احنا بنخاطب بالفئه اللي هي يعني معلش يعني. يا استاذ ياسر في واحده ست جابت التليفون ب 300 جنيه مش عارف ولا 200 جنيه وشويه وشغلت عليه الفيسبوك، فبتشوف حاجات على الفيس. طب دي يعني تفلترها لها ازاي؟ هي حجم العلامه والثقافه اللي عندها ما تعرفش تاعي ان الخبر ده جاي منين بالحوار والخبر ازاي. فانت هتقعد تكلمها، ما هي ما طلعتش اللي عندها عشان تقول لك انا شفت انا سمعت انا عندي على الفيسبوك شفت. فهي في الفرصه دي وهي بتكلمك
او تكلم وهي بتكشف عند الدكتوره او الدكتور بيكشف عليها وبيكلمها فيقول لها لا شوفي طب انا شقلت وانا شفت كذا كذا وقال على كذا والجيش بتاعنا او ما فيش انجازات طبعا هو يرد عليها بتعرف تبتدي تتكلم معاها ده موضوع المزارع السمكيه فين السمك عايز يقولوا فين السمك على الفيسبوك فين الاسعار وفين السمك مش يوم وليله يعني فتبتدي تتكلم في مواطن او في بعض المورودين او في بعض المعارضين بيسال حضرتك سؤال بيقول لحضرتك ايه اللي هتقدموه للشباب في المرحله المقبله كحمله مواطن يعني انت او انت هتقنعني ازاي او هتقنع الشباب ازاي في المرحله المقبله ان هو ينزل بعض المغرضين بس المغرضين تقول لهم اللي انت عملت المشاريع وهتبتدي تشغل المشاريع هتبتدي هتحتاج طاقه ايد عامله طاقه منتجه تنتج وتشتغل مش هستوردهم هم مش شباب بلدك مش معروفه يعني لما تيجي ترد على المغردين كده تقول لهم انا عملت مشروع محتاج 5000 واحد يشتغل فيه هجيبهم من ليبيا ولا اجيبهم من السودان هيطلعوا من ولاد البلد دي اللي هم يشتغلوا فيه باشمهندس الريس انت هتقنع الشباب ازاي ان هو يشارك في المرحله المقبله وايه اللي انت هتعمله له كحمله هقنعه اللي هو ان هو ازاي ان هو يشارك في انتخابات اقنعه اللي هو يشوف انجازات سياده الرئيس والانجازات ديت مشاريع عملاقه المشاريع العملاقه ديت عايزه ايد عامله ايد العامله دي هو اللي هيروح يشتغل مش هيجيبهم من ليبيا مش هيجيبهم من السودان هم اللي هيشتغلوا بالظبط كده هيجيبهم من بره يعني انا بص يعني ايه يعني انا مثلا اب وبعمل مشروع لولادي مش هعمل مشروع النهارده ولادي يركبوا عربيات الصبح ولا خد فلوس دلوقتي يلا وروح اتجوز بالظبط كده ينجح المشروع وكله يبقى كويس ويشتغل وياكل ايوه والمؤشرات بتقول كده يعني احنا عايزين نطمن الشباب يعني في تقريبا كده يشوف الانجازات ديت للنور وهو فعلا يحس فعلا ان هو استفاد من هذه الانجازات على ارض الواقع وانت عشان تبقى امتى يعني فتره زي وانت عشان تبقى مذيع مش تخد في كليه السياسه والاقتصاد قعدت فيها او اعلام قعدت فيها 4 سنين ابتديت تبقى مذيع بعد 4 سنين ابتديت تجني ثمارك بعد 4 سنين طب ما تستنى يعني خطه زمنيه مثلا اديله بس 4 سنين استنى لا مش 4 سنين ولا حاجه قال 4 سنين الفتره اللي جايه ما هو عدت الاربعه يا ياسر واللي جايه ان شاء الله باذن الله هتبتدي تجني استثمار ما انا بقول لحضرتك يعني انت عندك حاجات كتير انا بقول لك يعني الراجل كان قال لك مزارع مليونيه بتاعت لحمه بتاعت عجول ابتدت تظهر انا عاوز بس رساله توصلها للمواطن المصري في المرحله المقبله ان شاء الله تلف حول السيد الرئيس الراجل اللي حمى الارض والعرض والراجل اللي ما بينامش علشان يخلي مصر احسن يعني هو قال ايه ام الدنيا وتبقى قد الدنيا الراجل ده ما بيقولش كلام غلط الراجل ده بيقول كلام هو مسؤول عنه وكلام احنا شايفينه ولامسينه تلف حول السيد الرئيس ما يسمعوش اي اشاعات ويعرف ومتاكد المواطن ان في عدو خارجي وعدو داخلي مش باين في وسطيه مش باين يحذر ده اللي انا اقدر اوجهه الرساله طبعا نوصلها اسال اي مواطن مصري اي مواطن مصري الحاله المقبله اتفرج على التلفزيون او سامع راديو او عنده فيسبوك قول له مين الدول اللي سياده الرئيس راح لهم وجري عليهم ولا دوله كوريا جات له روسيا جات له دولس الصين جات له المانيا جات له انجلترا جات له ايطاليا جات له هو راح عرض نفسه او عرض بلده عليهم هو قاعد هنا قولوا هم هنا شكل سلاحه وبقى عنده تنوع سلاح بقى تنوع خبرات يا باشا انت عندك حاجه جديده يعني فكره حاجه بسيطه جدا من سيادة من اداره البلاد سيبك من سيادة الرئيس اداره البلاد حضرتك زمان كنت بتعمل نفق الازهر والونش اتسرق وطاع ما لقيناهوش والمكنه بتاعت العفر الانفاق دي راحت فين؟ رجعت تاني فين؟ رجعت فرنسا انت دلوقتي بعد ما تخلص الانفاق دي بقى مكنك والايد العامله بتاعتك انا هصدرها بره اشتغل بيها بره خلينا مش حاجه بس اقول لك يعني في تعليق صغير اتلموا حوالين الرمز بتاعنا القاده بتاعتنا طبعا تعليق صغير بس اتفضل تعليق صغير يعني هو يعني وحضرتك يعني مثلا كل في حد يختلف ان البلد كانت واقعه
لا احنا عارفين طبعا كل طيب النهارده ما تخش مستشفى وتلاقي اتغير 360 درجه في معامله انجاز في اهتمام الواقع في علاج بتخش اي مكان بتحس ان في تغيير فعلا بس موسيقى محليات نعم. انت تاخد عارف تاخد بعضك عربيتك دلوقتي وتطلع الساحه احنا هنتابع بقى انا كبرنامج قبل كده تعرف تعملها ده يا بيه احنا هنتابع طبعا كبرنامج للحمله مواطن على ارض الواقع ان شاء الله باذن الله ونشوف هل فعلا بيتم اقناع المواطن وازاي بنوصل له الرساله وازاي ان احنا ان شاء الله هيكون معاك نخليه يكون معاك حلقه يشارك المرحله المقبله دكتوره منال العبسي دي بقى دي زعيمه المواطن ان شاء الله ان شاء الله طبعا اشكر الباشمهندس الحسين الكارم خبير اقتصادي ورجل اعمال والمنسق الاعلامي لحمله المواطن لدعم الرئيس السيسي اشكرك يا فندم اشكرك ايضا اشكر المهندس ياسر مرسي منسق عام حمله مواطن لدعم الرئيس بالجيزه اشكرك يا فندم حضرتك شرفتنا شكرا في نهايه الحلقه احب بس اوصل رساله للمواطن احنا بنتكلم بنقول الشرطه والجيش والقياده السياسيه شغالين في خطين متوازيين انت في المرحله المقبله تعتبر الخط الثالث في المرحله المقبله هو دورك اللي جاي في الخط الثالث يعني ايه الخط الثالث المفترض حضرتك لازم تشارك مع القياده السياسيه تشارك مع الشرطه تشارك مع الجيش عشان اديله حافز اديله قوه اديله استمراريه في التنميه الحقيقيه على ارض الواقع بالتالي حضرتك لما انا اقعد التزم بيتي والتزم ان انا عملي واقول ان انا حضرتك اطلع ليه او هشارك ليه فبالتالي حضرتك انت بتهرب من الميدان بتهرب ان انت بتحارب الارهاب بتحارب المغرضين بتحارب اصحاب الاجندات هو بيضر نفسه وبيضر اولاده لم تمتنع عن انت تنزل على ارض الواقع وتشارك مع القياده السياسيه ومع الشرطه ومع الجيش بنعتبره دي خيانه وهروب من الميدان ايوه خير صح بعتبره انا كشخصي انا هروب وخيانه من الميدان فده تخيل لما حضرتك بتحارب مع جيشك ومع شرطتك ومع القياده السياسيه وحضرتك تمتنع عن ان انت تحافظ على بلدك تحافظ على وطنيتك تحافظ على كونيه بتاعت القياده السياسيه الموجوده وتحافظ عليها بوضوح على ارض الواقع تتخيل لما انت كمواطن كشاب كامراه كرجل كست كفلاح كعامل تهرب من الميدان ان احنا كلنا بنحارب يد واحده على ارض الواقع بوضوح بشفافيه تخيل لما بتهرب بشكل معلن انت بتهرب بشكل معلن انا بالنسبه لي بعتبرها خيانه عدم مشاركتك فعلا على ارض الواقع بعتبرها خيانه صرف النظر ان انت تدي مين او تقف مع مين او تساند مين او تمتنع عن انت تدي فلان او اعلان بس في الاول وفي الاخر طلعت بوضوح ان انا كده بعتبر ان انت بتنضم الى الاعداء صح بعتبر ان انت بتضم وبتأيد الاعداء واصحاب الاجندات والمغرضين واصحاب الاشاعات اللي بتشوه على الانجازات وعلى التنميه الحقيقيه الموجوده على ارض الواقع تتخيل شوف حضرتك هذا المفهوم ان انا عاوز اوصله لحضراتكم كمواطنين بسطاء غلابه رجال اعمال شخصيات عامه كل المستويات وكل الفئات المجتمع ان انا بقول ان عدم مشاركتك للانتخابات المقبله بعتبرها هروب من الميدان وخيانه لان المفترض زي ما اولادنا واهالينا اللي بتحارب على الجبهه في سيناء في على اساس ان هي بتحافظ على الوطن وهتحافظ على البلد وانت حضرتك بتهرب في اول مشاركه حقيقيه على ارض الواقع من خلال مشاركة سياسية أو مشاركة مع البلد تخيل البلد بتنادي بتقول شارك وانزل على أرض الواقع وانت بتهرب دي بعتبرها خيانة وانا مش هطول على حضراتكم أكتر من ان انا بقول كلمتين اتنين عدم مشاركتك في الانتخابات المقبلة بعتبرها خيانة ان احنا بنحارب ومشاركة ولازم كلنا نشارك لان بعتبر ده الخط الثالث اللي هو فعلا المواطن المصري الحقيقي اللي هو عنده ان هو عنده انتمائه لبلده، عنده وطنيته لبلده، فعلا خايف على بلده، وخايف على القياده السياسيه، وخايف على الجيش، وفعلا مقتنع ان فعلا البلد بتعمل تنميه حقيقيه وان الجيش والشرطه بتحارب الارهاب مع خط متوازي، ان في تنميه حقيقيه بتتم على ارض الواقع، وحضرتك كخط ثالث بتهرب
انا بعتبرها خيانه وهروب من الميدان. وفي نهايه حلقتي طبعا اشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، وانتظرونا غدا نفس الميعاد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.